شنو نقول لكم؟ بعد الناس انا والله ما نكذب عليكم حتى كيصدموني، بعد الناس انا كيصدموني وكيخليوني دايره اوليما وكنشوف فيهم وكنشوف في الجرم ديالهم. لهذا الحبيب ديالي الزوينين اليوم غنقول لكم بعد الكلمات وشي حاجه كنتمنى تقبلوها مني وتكون انا كيف ما كنقول لكم راه اي حاجه كنقولها لكم كتخرج من القلب. يعني انا ماشي منافقه، ماشي كذابه، ماشي كنجامل شي حد، ما كنلاحظ حد، ما كنعرف حد، ما كيعرفني حد. لهذا نتوما عارفيني انا مريضه وجالسه في الدار وكنهضر على راسي، وملي كنشوف شي حد كيتقص في الشرف ديالو راني كنحاول نهضر عليه. لهذا حبايبي الزوينين ديالي كاين بعض الناس كياديو الناس وكيبقاو يتصرفوا كانه شيء لم ياكل، وفعلا كيظلموهم، ولكن هذه راه هذه كتسمى نهايه الزمان، علامه الساعه الكبرى. ناس كتهضر في ناس كتطعن في شرف الناس، ناس كطيح في ناس. لهذا الحبيب ديالي الزوينين انا كندير اللايف كيخرجوا كيبداو يطيحوا ليا في اللايف، كنحط شي فيديو كيبقاو يضربوه ليا، راه حشومه وعيب التقى والله. راه داكشي اللي فيا كافيني، وداكشي اللي فيا احترموه. هذا المرض اللي كنعاني منه انا احترموه، ولهذا انا غنخلي لكم الاخ جمال هو غيعطي واحد التحيه كبيره لمرضى السرطان. بقاو معايا تشوفوا الاخ جمال وتشوفوا المجموعه ديال ميطو، تشوفوا الناس كيفاش عطاو واحد الكلمه في حق مرضى السرطان. لهذا انا كنهضر على هاد الناس. شوفوا الكلمه ديال الاخ جمال وميطو، شوفوا الكلمه ديال هاد الناس اللي هما ناس محترمين وناس بعقلهم، وديك الساعات نكمل لكم لا فيديو. جمال واحد دقيقه خويا قلتي ليا. السلام عليكم الاخوان المتتبعين ديال حياه لالي، كنتمنى منكم تسمعوا ليا وتسمعوا الغرباوي حر غيعطيكم واحد ايدي واحد تحيه كبيره للنساء المصابات بالسرطان الثدي. يقول لنا شي حاجه من عنده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى من الله العلي القدير كاملين تكونوا بخير وعلى خير. الناس المصابين بسرطان الثدي، النساء ولا الرجال، الناس اللي كيتصابوا بهذا المرض، شافاكم وعافاكم الله. نتمنى ان ربي يشافيكم، ونتمنى انكم تغلبوا على هذا المرض، ونتمنى ان ربي يدير تا هو ديال الخير. كل التضامن مع مرضى السرطان وتبارك الله عليكم. عندهم وما لقاو كاع باش يحطونا، والله يسهل عليكم، والله تدخلوا القناة ديالهم، الله يرضى عليكم، الله يسلمكم لكم بخير، والله يهنيكم ولادي بلاتي، الله يرضى عليكم. تحية للناس ديال المرضى ديال السرطان ثدي، تحية لكم بزاف جميع السرطانات. والله العظيم تشرفت بالمعرفة ديالها وبجميع الطاقم ديال سميرة مربوحة. كنتمنى من لي فان ديالكم تهجموا علينا وتكبروا بينا وتعاونونا، رحنا عندنا مصاريف مكلفة للعلاجات. تحية اليوم تحية لصحاب مرضى السرطان، تحية لكم بزاف 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 بزاف، والله يجعل ربي يعفو عليكم، وتانا راه وحدة منكم، والحمد لله راني بريت راني قدامكم، اللهم لك الحمد، الله يسهل عليكم، والله اللي مريض الله يشافيه، اللي عيان الله يشافيه، والله يوقف معاكم، وتنقول لكم شكرا شكرا بزاف بزاف، والله يعفو عليكم، والله يعاونكم، واللي يدخل عندكم يعاونكم، راه غير الأجر، راه اللي كيفاجئها على المريض راه دائما الحمد لله ربي كيفاجئها عليه. وتنقول لكم شكرا. الاخوه الاخوات كما شفتوا اللقاء كيفاش تم بيني وبين الاخ جمال اللي هو غرباوي حر، كيفاش تم بيني وبين ميطو، كيفاش تم بيني وبين امي ميلودا، كيفاش تم بيني وبين مجموعه ديال الناس اللي من مجموعه ديال كورونا. هذا هو اللقاء اللي كان بيني وبينهم. انا ما كنضرب في حتى شي حد، ما كنعير حتى شي حد، ما نظلم حتى شي حد، وانما كنشكر بعض الناس وكندافع على بعض الناس. لحقيتاش اللي ما كيدافعش على عرضه
وما يدافعش على ارضه، هذاك ما كيكونش بنادم. انا كنشوف ناس كتادي ناس وكتصرف فعلا بانها راها مظالمه، مش نهايه الزمان هذه، هذه راه كتسمى نهايه الزمان. لحقاش انسان باش يظلم شي حد ويظلمو في شرفه ويظلمو في عرضه ويقول لك انا راني مزيان، هذه راه ما بغاها لا ربي لعبته. لهذا حبايبي الزوينين كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو يدير لايك ويدير بارطاج ويديروا تعليق زوينين. وهذا الفيديو كنوجهه لجميع المغاربة العالم داخل الوطن وخارج الأرض الوطن، وجميع النساء المغاربيات بما فيهم المغربيات بما فيهم التونسيات الجزائريات الحبيبات على قلبي، وأنا كنموت على النساء الجزائريات وعلى الزي الجزائري وعلى الأهازيج الجزائرية. لهذا الحبيب ديالي أنا كنموت على المرأة المغربية، المرأة الأمازيغية، المرأة القروية بصفة عامة. لهذا الحبيب ديالي الزوينين كنتمنى منكم ديروا البارطاج وديروا لي لايك وتوصلوا هاد الفيديو، بغيت يوصل لواحد أكبر نسبة ديال الناس فضلا وليس أمرا. حبيب ديالي الزوينين أنا كنتمنى تعاونوني وتوقفوا معايا، كنتمنى منكم من الناس اللي كيدخلوا عندي جداد والناس القدام، شكرا لكم على الدعم، شكرا لكم على المسانده ديال اختكم حياه اللي هي مصابه بسرطان الثدي. كنتمنى منكم تساندوني وتوقفوا معايا وتعاونوني وتطلعوا لي هذه القناه راه ديالكم، واللي تعاون معايا في هذه القناه راه كيدعمني، راه كيدعمني ماديا ونفسيا. لحقيتش هذه القناه انا معتبرها مصدر مصدر علاج. لحقيتاش انا هاد القناه درتها باش نتعالج، لحقيتاش نتوما كتشوفوا كما كتشوفوا انا كنت خدامه وكان عندي صالير محترم وكنت خدامه، وانا عاود نقولها ونعاود نقولها، ولكن قبح الله والمرض ماشي الفقر، قبح الله والمرض. لحقيتاش اليد اللي غنخدم بها هي اليد الامنيه، انا دايره عمليه فيها ما كنقدرش نفورسي عليها، ما نقدرش نهز بها الثقل، ما نقدرش نحركها بزاف. لحقيتاش الخدمه ديالي خدمه مكلفه صحيا. لهذا الحبيب ديالي زوينين درت انا هاد القناه باش نترزق بها على الله، واذا بيا كنصادف ناس كيضربوا ليا في القناه، كيضربوا ليا في اللايف، كيضربوا ليا في الفيديو. تحشوم عليكم، اش بغيتوا عندي؟ بغيت نعرف اش بغيتوا عندي. ولهذا كنشوف انا واحد الظالم كيتكلم على العداله، وواحد الظالم هو تيظلم في الناس وكيهضر كيقول لك اوديك تظلموا في الناس، هو راه كيظلمك وكيقول هو تيظلمك وتيظلم بزاف الناس وكيقول لك اودي نتوما ظالمين، ما شافش راسو راه هو الظالم الكبير. وكنشوف انا ناس دجالين وكيدعوا بانهم هما كيعرفوا بينهم وبين الله وهما راه اكبر مفسدين في الدين، وكنشوف انا ناس كتهضر على الشرف وهما اكبر ناس كيطعنوا في شرف المرأة المغربية وكيطعنوا في كرامة المرأة المغربية. لهذا الحباب ديالي انا خرجت كنهضر على شرف الاخت الحسنية وعلى شرف المرأة المغربية قاطبة في جميع انحاء العالم، ماشي على المرأة ديال المغرب وماشي غير الحسنية وماشي غير الحسنية، وراه كاينين حسنيات بزاف بما فيهم هاي حسنية وحدة. لأنايا انا كنخرج كنهضر على ولد بلادي كيضربوا لي الله كيقول لي علاش كتهضري على جمال، وعلاش كتطعني في خونا، وعلاش كديري فلان، وعلاش كتعيري فلان، انا خوتي هذوك فلان اللي كان هذاك فلان اللي نتوما ضربتكم نفس علي، انا راه مشيت عنده وكنضغط نعيط له وكنقول له دعمني راه قناتي انا راه عندي سرطان الثدي وانا ما عنديش باش ندير العلاج، وما كيجاوبنيش. لهذا الحبيب ديالي افاض بيا وغنقول لكم شتي الناس اللي كدير ليا ديزلايك والناس اللي كدير ليا السينيال، شوفوا الفوق، شوفوا الفوق، شوفوا شكون فوق منا، شكون حنا فوق منا. ان الله ينظر وما لا تنظرون، انا ما كنشوفكمش ولكن راه كيشوفكم الخالق، انا ما كنشوفكمش راه كيشوفكم الله عز وجل. وقال لك قطعوا الاعناق ولا قطعوا الارزاق، سيروا يا عباد الله الصالحين، سيروا اتقوا الله، سيروا دخلوا سوق راسكم. ولهذا هذه الرساله موجهه للناس اللي كيبغيوني وكنموت عليهم باش يعرفوا حياه اللي راه كتظلم.
انا هاد الرسالة هاد لا فيديو كنوجهه للناس اللي كيبغيوني وكيبغيو حياة لالي وكتضربهم الغير عليها. كنقول لي ما ودي حياة لالي راها صابرة وراها ما مسوقاش لهذوك الناس اللي كيديروا لها السينيال وما مسوقاش لكم وما عمري ما نتسوق لكم. انا القلب الكبير انا عارفة بان الرزق هو الله. وموتوا بغيدكم الناس اللي كدير ليا سينيال وموتوا بغيدكم وموتوا بغيدكم وموتوا بغيدكم. ولهذا الحبيب الزوينين ديالي موحى عليكم اني كنموت على الناس اللي كيبغيو حياه لالي كنموت عليهم وانتم تتجفق راسي. وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه.